أو تحبب في الصلاة وليس تكره فيها بإحداث ألم أو إحداث أذى، لأنه إذا أذيته فهو سيكره، هيكون الرد يعني بالعكس عكسي. فإذا الطريقة المشروعة لها ضوابط. صحيح. وكما تسأليني أنه المجتمع، طبعا علماء النفس لهم رأي في أن العنف هذا أمر لا يمكن، يعني ما دام وجد الأشخاص ووجد العلاقة بينهم داخل الأسرة لابد أن ينتج عنها. هذا مدرسة التحليل النفسي ترى أنه العنف كغريزة، زي غريزة الجنس، أيضا غريزة الجنس وغريزة العنف موجودة في الأفراد. الناحية الثانية الاجتماعيين ينظروا له أنه كرد فعل طبيعي في التعاملات بين الأفراد في المجتمع، ولكن بالطبع هذا إذا يعني زاد أو خرج عن الإطار فهو أمر، هو أمر صح يعني حادث يعني يحدث في الأسرة ويمكن في كل المجتمعات، ولا يمكن أو صعب تلافيه تماما. صحيح. ولكنه سلوك غير حضاري وسلوك غير شرعي غير ما يعني منطقي، خاصة إذا خرج عن أسلوب التأديب المنضبط. طيب هون يعني دكتور اسمح لي أوجه سؤالي للدكتور ماجد. دكتور ماجد، يعني ما هي دوافع ومسببات وقوع العنف الأسري في مجتمعاتنا؟ نعم، بالنسبة لدوافع العنف الأسري في المجتمعات، هي حقيقة تقسم إلى عدة دوافع أو عدة مستويات. المستوى الأول يتعلق بالضحية أو المرأة أو الشخص الطفل الذي يتعرض للعنف. قد تكون ضعف الشخصية هي جانب، الانهزامية، كذلك أن تقبل العنف داخل الأسرة، أو أن يكون هذا الشخص أو تلك المرأة ممن شاهدت العنف وتعرضت له في طفولتها، أو لاحظت أنه يمارس على والدتها فتعلمت هذا النمط من التربية الاجتماعية على أنه نمط مقبول في العلاقة الزوجية أو التوجيه الزوجي بشكل دائم. وبالنسبة لما ذكر الدكتور في هذا الجانب، يعني أنا عندي نوع من التحفظ بالنسبة لاستخدام الضرب كوسيلة للتأديب. أنا في رأيي الشخصي هو وسيلة للتوجيه، ولا بد أنها تقتصر على الضروريات. لو لاحظنا بالنسبة للأطفال لم يؤمر بها إلا فقط في حالة الصلاة التي هي عمود الدين وللتوجيه وكحل أخير، وكذلك بالنسبة للزوجة كحل أخير، لم ينطبق الوضع على بقية أفراد الأسرة. إذا لو نتحدث عن جانب العنف غير المشروع فمجاله واسع في هذا الجانب. أعود إلى الدوافع الأخرى، هناك دوافع ترتبط بالمعنف نفسه، وعادة ما تكون الأكثر شيوعا هي وجود الاضطرابات الشخصية، اضطرابات أنماط الشخصية، الاضطرابات النفسية، تعاطي المواد المسكرة أو المخدرة، الضغوط النفسية والاجتماعية، البطالة، ضعف الموارد الاقتصادية. هناك عوامل ترتبط بالأسرة أو المجتمع المحيط. مثل ما لاحظنا المجتمع المحيط قد يكون دافع للرجل لممارسة العنف لإثبات رجولته، تصوير هذا النمط أو هذا أن هذه هي العلاقة الزوجية الصحيحة التي يكون فيها سيطرة مطلقة من الرجل وبممارسة العنف على المرأة. كذلك غياب الأنظمة الرادعة، العقوبات الرادعة لمن يمارسون العنف الأسري، كل هذه تساهم في انتشار مثل هذه الممارسات في بعض المجتمعات. حتى إذا بتلاحظوا معي يعني ضيوفنا أنه حتى المعنفة نفسها يعني بتكون متردد في انها اساسا تشتكي لجهات معينه او تظهر اللي عم بيصير عندها. فلهلا الدراسات كلها بتقول لك في كذا حاله مسجله، بينما مثلا الواقع او المخفي هو شيء ثاني. فهي بتهيئ لي كمان واحده من اكبر مشاكل انتشار العنف الاسري عندنا في المجتمع يعني. وسؤالي للدكتور عدنان، يعني تحدث الدكتور ماجد عن الاضطرابات النفسيه، فدكتور شو العلاقه بالضبط بين الاضطرابات النفسيه والعنف الاسري؟ وهل هو فعلا يعني معظم هدول المعنفين او اللي بيقوموا بالعنف هم اساسا مرضى نفسيين؟ وكيف ممكن نتعامل معهم بهذا الحال؟ نعم، الحقيقه اضافه لما يعني
لتعليقكم على ما ذكره الدكتور أنه فعلا هناك دور للضحية نفسها. من المهم أن المرأة تعرف حقها وواجبها، كل فرد، بل ليست المرأة فقط، كل فرد من أفراد الأسرة يجب أن يعرف ما هو واجبه وما هو حقه. كثير من الزوجات في مجتمعنا لا تعرف حقوقها، وبالتالي هي تقبل بالإهانة أو بالضرب أو كذا، وهذا من الأسباب أيضا أنه بعض الرجال يستفحلوا في هذا الأمر ويتمادوا فيه. فمعرفة كل شخص في الأسرة لدوره واجبه وحقه، سواء الزوج يجب أن يعرف واجبه وحقه، الزوجة، الابن، الأخ، الأخت، كل واحد في الأسرة يجب أن يعرف حقوقه وواجباته، وأن يكون لديه الثقة بالنفس أنه يعبر. يجب أن يكون يتعلم روح الحوار، روح النقاش. كثير من الرجال، وهذه ثقافة موجودة بين الرجال، أنه المرأة لا تستطيع أن يعني ولو كان لها الحق أن تعبر عنه، هذا مخالف لديننا وشريعتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا زوجاته يعبروا عن رأيهم، يتمردوا أحيانا، وهو رسول الله، هو أفضل من كل البشر. فبالك نحن لا نقبل من الزوجة أن تتكلم أو تتفوه بحقها، وهذا يعني منقصة كبيرة في الرجل، لأنه بالعكس كاكتمال الرجل باتباعه لسنة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما اتبعناه، لأنه هو الذي قال ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانه، وكأوصى قال يعني أوصيكم بالنساء خيرا، قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فنحن المشكلة الأساسية هي عدم اتباعنا لنهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، يعني منا من يحبس البنت، منا من يطرد الولد، منا ويظن انه هذا حقه، وهذا خطا. لا حوار، لا نقاش. انا يعني ادعو يعني المجتمع الى الرجوع الى سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. سؤالك عن الامراض النفسيه او الاضطرابات النفسيه وعلاقتها بالعنف الاسري، بالطبع العلاقه وطيده. يعني انا لا أريد أن أقول أنه كل اللي يمارسوا العنف الأسري مرضى نفسيين، ويعني يمكن نتهم المرضى النفسيين وهم أودع من ذلك وأهدى من ذلك، ولكن الأكثر هي سلوك إجرامي، سلوك يعني عدواني من أفراد ربما لديهم بعض اضطرابات في الشخصية، بعض يعني التنشئة كانت غير سليمة، التربية، وجد العنف على والدته من قبل، وجد العنف على يعني التعامل بين الوالدين في هو تعرض للعنف، سواء العنف الجسدي أو الجنسي أو غيره وهو صغير، وهو الآن يمارس نفس الدور، يلعب نفس الدور. طبعا هو قد يضطرب ويكون مريض نفسيا، ولكن قد يكون سليم نفسيا من ناحية المرضية، لكنه في لديه عقدة نفسية فيمارس نفس الأدوار التي لعبت عليه وهو صغير. الناحية الثانية نأتي للمرض النفسي. المرض النفسي لا شك يزيد من يعني خطورة أو احتمال العنف في الأسرة. لما يكون في واحد مريض يزيد الاحتمال، يعني هو أكثر العنف يكون لدى الأسوياء، يعني الأسوياء يمارسوا العنف في أسرهم أكثر من المرضى النفسيين، وهذا نظرا للتعداد. طبعا الأمراض النفسية محصورة بالنسبة لعامة الناس، لكن وجود المرض النفسي يزيد من احتمالية العنف. صحيح. يعني لو وجد شخص عنده اضطراب، يعني بعض أنواع الأمراض بالذات زي اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، اضطراب الشخصية الحدية اللي هو بيكون اندفاعي، اضطراب الشخصية الضلالي اللي هو بشك بيثور بسرعة لأي نقد، بشك في الزوجة مثلا، بشك في سلوك الأبناء، هذا برضو يسلك سلوك عنيف. هناك الفصام من أحد الأمراض برضو اللي فيها بعض، أحيانا تكون فيه ضلالات وكذا. مرض الهوس أو النوع من الاضطراب الوجداني يكون فيه سرعة استثارة وانفعالات وعصبية.
أمراض عديدة، الناس اللي هم عندهم خلل في الفص الأمامي من المخ أحيانا بيكون في عندهم تغيرات في الشخصية يميلوا إلى العنف. الحقيقة أنه وجود هذه النوعيات في الأسرة بيعلي احتمال العنف إذا وضعوا في نفس الظروف اللي خاصة إذا تكرر منهم، إذا حصل عنف في السابق وتعرضوا لنفس الظرف بيكون احتمال العنف كبير. يعني لو كان حصل عنف في السابق فالآن إحنا نتوقع حدوثه إذا تعرض هذا الشخص المضطرب نفسيا إلى نفس الظروف، فدائما نتجنب، وخاصة إذا وجدت الآلة سواء يعني السلاح توفر في البيت أو السكين أو أي أداة ممكن يرتكب فيها الفعل. إذا ترك بدون علاج، طبعا كثير من الأمراض النفسية تحتاج علاج طويل.